معنا في الاستوديو الدكتور عارف سويفي اخصائي اورام وجراحه المسالك البوليه من برلين اهلا بك معنا اهلا وسهلا دكتور بدايه ما رايك بالطب البديل عندما يطبق في علاج السرطان؟ هل تفيد العلاجات التكميليه فعلا مرضى السرطان؟ لا شك ان بعض العلاجات التكميليه تفيد مرضى السرطان استكمالا للعلاج الطبي سواء كان جراحي او اشعاعي او كيماوي ولكنها في حد ذاتها بدون علاج طبي فائدتها قليلة يعني لا غنى أبدا عن العلاج الطبي لابد من استشارة حتى العلاجات التكميلية لابد أن تكون تحت استشارة ورعاية طبيب متخصص في مثل هذه العلاجات يعني ممكن أن يكون لها أثر سلبي على مريض السرطان إذا طبعت بشكل غير مدروس بالتأكيد في كثير من العلاجات التكميلية تؤثر سلبيا على المريض مثلا اذا اعطينا المريض بعض النباتات مثل المستل قد تكون له حساسيه شديده قد تسبب في انخفاض ضغط وفي ارتفاع ضغط وفي درج ارتفاع درجه الحراره ولذلك لابد من المتابعه لهذا العلاج عن طريق متخصص واستشاري لمثل هذه الحاله نعم هل هناك انواع سرطانات معينه تفيد معها العلاجات التكميليه اكثر من انواع اخرى نعم مثلا سرطان الرئة وسرطان الشعب الهوائية يفيد معاه كثيرا الطب البديل مثل أخذ فيتامين A وفيتامين C نعم. سرطان البروستاتا يفيد معه أخذ كثير من المواد الحمراء الموجودة في الطماطم أو عدم أكل اللحوم الحمراء والرياضة والإكثار من النباتات والمأكولات البحرية سرطان كولون الامعاء الغليظه يفيد مع بعض الفيتامينات والاغذيه الاخرى سرطان السرطانات المتعلقه بالهرمونات مم. لها مثل سرطان الثدي مثل سرطان الرحم الاكثار من الزيوت العطريه والمواد موجودة مثلا في موجودة في النعناع, في النعناع موجودة في الكمون موجودة في الليمون نعم. موجودة في الخبز الأسمر موجوده في الحبوب المكسرات زي الجوز واللوز والبندق يعني تفيد في هذا النوع من السرطانات تفيد. دعني اسال السؤال بشكل اخر هل هناك سرطانات يجب تجنب العلاج البديل معها أه لا ما فيش سرطانات يجب تجنب العلاج البديل معها ولكن في حالات كثيره من السرطانات المتقدمه والمتاخره بيكسر الناس اكثر من العلاج البديل ويبتعدوا عن الطب نتيجه عدم وجود امل كبير وهذا خطا هذا خطا وبشكل عام يعني هذا الموضوع موضوع الطب البديل او الطرق التقليديه في الحفاظ على الصحه هل تؤثر برايك في اطاله عمر المريض او او في الصحه العامه بشكل عام؟ العلاج الطب البديل متعلق بعلاج السيكولوجي والعلاج الاجتماعي والتمرينات الرياضية وتأهيل المريض وبذلك هي بتحسن من نوعية الحياة لكن لا تطيل العمر نعم سنتابع حديثنا عن موضوع السرطانات والطرق التكميلية في علاجها في الجزء الثاني من المقابلة